طبعا اليوم في جامعة حلب تم تنظيم مظاهرة هي لذكرى الثورة الثامنة في عموم سوريا التي بدأت من 8 سنوات، وقد كان طلاب الجامعة هم وقودها من البداية، ومن استطاع أن يستمر بها حتى النهاية. وطلاب الجامعة اليوم أتوا إلى هذه إذا مبنى الجامعة ليأكدوا على هذا الأمر، على أننا مستمرون في هذه الثورة حتى نهايتها، وأننا مستعدون أن نكون قودا لهذه الثورة، وأننا لن نسمح لأحد أن يغتصب لنا قرارنا أو رأينا وكرامتنا. جينا اليوم كمان لنأكد من جديد انه نحن مطالب الطلاب مطالب حق، وما بدنا انه اي حدا من الفصائل او اي حدا من السياسات لو تدخل بسياسه الجامعه. اتركوا الطلاب في حالهم، اتركوا الجامعات بحالها، نحن بدنا ندرس، نحن تركنا دراستنا من زمان، هلا صار وقت انه ندرس، صار لنا فرصه انه ندرس، تركونا بحالنا، تركونا بهمنا، خلونا نعرف ندرس، خلونا نقدم لدراستنا، نقدم لبلدنا العلم، اتركوا بعده العلم، بعده الجامعات عن سياساتكم، نترجاكم بعده عن جامعاتنا، خلونا نعرف نعيش، خلونا نعرف ندرس.